لاباس الدراري، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم النهار تاعنا في الناظور، ديستيناسيون ديال اليوم غادي نمشيو للحمام الشعبي. هذا واحد البحر وكيهبط منه الماء من الجبل، الماء سخون فيه الكبريت، قالك شي حاجه زوينه وكاين شي منظر زوين تماك. وجا هو ما بين الناظور والحسيمه، يعني دابا حنا غادي نمشيو للمحطه غنشوفوا اما شي كار اللي غيكون غادي للحسيمه غيحطنا النص ديال الطريق، اولا غنشوفوا شي ترونسبور اللي كيدي تماك ديريكت، يعني حاجه في جوج. هذا دابا غادي للمحطه نشوفوا القضيه كيفاش غادي تكون ونوريكم الدراري بشحال غادي نمشيو. كنا بغينا نمشيو للحمام الشعبي ولكن ما كتبش، سولنا قال لك الحمام الشعبي بعيد، قال لك خاصك تبعد طاكسي كورسا، وحتى الا حطك فشي بلاصه خاصك مازال تمشى على رجليك وفيها تمارة. وحنا المشكله ما عندناش الوقت، خاصنا حنا كنا بغينا نمشيو لذاك الحمام الشعبي نعومو فيه وكذا وهادي ونطلعو للحسيمه ونكريو تما. يعني دابا حنا الا مشينا تماك نعومو ما غنلقاوش اللي غيدينا للحسيمه 100%. دونك انيلينا قلنا غادي نمشيو للحسيمه ديريكت. دابا غنمشيو للحسيمه غادي نقلبوا على الكرا كيف العاده، نقول لكم الاثمنه ديال الكرا، نشوفوا لكم شي اوتيل رخيص، نضربوا شي تسركيله تماك ونعيشوا الجو داك الوقت اللي كنا غادي نديرو في الحمام الشعبي غنستغلوا في الحسيمه. هادشي اللي كاين الدراري كما كتشوفوا في الكار، قطعنا الكار من الناظور حتى الحسيمه ب 40 درهم، ياك 40 درهم نورمالمون في السيت ديال 60 درهم، ولكن حنا فاش جينا هنا راكم عارفين بنادم كيتهوى وكدا وهادي، دونك قطعنا ب 40 درهم من الناظور للحسيمة، تقريبا غتكون واحد ساعتين ديال الطريق. إيوا هادشي اللي كاين الدراري، حنا دابا غادي نمشيو للحسيمة. حنا وصلنا للحسيمة، حنا دابا مورانا محطة الطرق اللي ديال الحسيمة، ولكن دابا الإشكال أن المحطة بعيدة على السونتر، يعني مازال خصنا نحضر طاكسي باش نتحركو للسونتر. دابا غادي نسولو شحال الطاكسيات كيديو للسونتر باش نطلعو تماك، وعاد نقلبو على الكرا ولا شي اوتيل رخيص باش نريحو فيه. السلام عليكم، شوف هاني بخير. الطاكسيات اللي كيديو للسونتر لا داكشي صغيرة راهي، الطاكسيات الكبار ما كيديوش لا؟ لا هي غير يا استاذ كيطلع والله شحال تقريبا كيديو؟ السلام عليكم. السونتر ديال الحسيمة ونسولو على حساب أرخص أوتيل هنا بشحال داير. السلام عليكم، دير عام كل بخير، بغيت نسولك على شي أوتيل هنا رخيص. هذا بشحال كيدير تقريبا؟ بشحال كيدير هذا؟ ياك ما تعرفش الناس عندهم هنايا خايبين هذه شكرا غير متساعدين. السلام عليكم، شوف هاني بخير مزيان. ديك الليله هنا شحال؟ شومبر ديال جوج ديال الناس شحال؟ 20 درهم بجوج. شكرا أمورا. المهم الدراري هذا اول اوتيل اللي سولناه، قال لنا الشومبر ديال جوج ديال الناس ب 120 درهم. هذا الاوتيل كاين في سميتو، ولكن 120 درهم جاتنا غالية ياك، حنا و 100 درهم حاضرين. غنزيدو نسولو نشوفو لك حنا غنطيحو في شي اوتيل ديك 100 درهم حنا بجوج و 80 درهم الرجل. كاين هاد لوطيل هدا تا هو، غنخرج نشوفو شحال. هادو كاملين دي زوطيل كاينين في السونتر ديالنا.
أيه شكرا. كما قال مروانين ياك اييه هذا وين السلوك اختي قلنا شي شومبر ديال جوج ديال الناس تقريبا الليله نمشي ندير من واحد نحسبو ياك ما كاينش ما نقص لنا شويه والله هذاك اللي كاين ماشي مشكل نحسب لكم 40 درهم الله يحفظك يا دله والله الحارس اللي كان لي بقى 50 درهم ما طيحش الله يحفظك يا خالد كله بجوج شكرا سير نمره 12 الا بغيتي اييه سير سير بجوج شكرا هو هذا لوطايل اللي ريزيربينا فيه المهم الدراري بالنسبه للوطايل حنايا راكم عارفين ما كنقلبوش حنا على الرفاهيه ياك اخويا كنقلبوا على الرخاء في سونسير عندنا هو فين نحطوا الراس وفين نحطوا الباكطاج ديالنا وداكشي ما داكشي الاخر لا يهم بالنسبه للوطايل راه فيه غير ناموسيه تدوش ما باش دي الطوالت وقعدك هذه هي الحسيمة الدراري أول ملاحظة بعدا في الحسيمة هي الناس ديال اللارو ياك أستاذ ما كيتعاملوش فهمتش سولنا داك السيد قال لك حدا علاش تسولوني حدا لأن ما طالع لي الدم كاعي المهم الدراري حنا دابا غادي نمشيو نقلبو على فين نعالجو بروج ولا مفاطرين ما والو خصنا شنو خصنا شي لعيبة اللي تكون مزيانة ياك الخواليات لا مش مقصيو شي شويشي الدراري ديك الساعه نجيبو الدويره في الكورنيش ونجيبو الدويره في المدينه الخاوه ديالي بغا يعاود لكم على الوطين اللي ريحنا فيه با يقول لكم شي لعب معنا ما قبيله مشينا تغدينا ورجعنا ارتاحينا فيه شويه بعد بانوا لينا بلانات على داك الوطين اللي المهم اللي التذكير 40 درهم باش كيري الليل ولكن راه كاع السالي بالرفاهيه والراحه ما فيش عندك غانا موسيه بحال كيري لك غانا موسيه وصافي عاود لهم شي حوايج لقيناهم الخوالي السيد الدري سوسو السيد كيجي بارت لينا الصرف جا حل الباب ما طق علينا والو جا حل الباب وعطانا 20 درهم وخرج عاود ثاني بحال هكا شويه جبنا لي كاطا ثاني لاحب لينا وخرج ديك اللعيبه ديال البوليس ما كاين لا طق لا والو الطواليت ما لا الطوارئ ما هي بلديه نرجع نصور لكم الطوارئ ما هي بلديه ما هي روميه ما هي نص نص ما فيها دوش وكاينه طوالئ وحده كاين شحال من بيت تما تقريبا لا حسب راه حنا كاين في 12 عاد كاين لداخل شي شحال كاين شي 15 بيت ولا 20 كاينه طوالئ وحده
المهم الدراري هذاك الوطي حنا لقيناه رخيص عاف حالاش ماشي واحد الا بغى يحط الراس ولا جاي محنسار ولا ما عندوش فلوس اي قضي غراض وصافي حنا ما كنحكروش على الوطي ولكن ضروري الدوش راه لابد الدراري مازال لك الوطي اللي كان في الناظور كنا كاين الدوش ولكن الدوش بارد ما كاين لا لا مسحول لا والو ما علينا حنا دابا غادي نمشيو نجيبو شي جوله في مدينه الحسيمه على طول الكورنيش ياك وسط على طول نمشيو نجيبو شي لفه في الكورنيش نشوفو الاجواء هنا كيفاش دايره كما كتشوفوا مدينه الحسيمه بدا الدنيا كتعمر شويه المهم نعطو ندوروكم شويه معنا في لاكورنيش هذه القيصريه ها آه يلا نمشيو لها يلا نمشيو بان لينا شي مناظر زوينه لها انا كاين عندهم جلاله ها انا الدراري عيشوا لي اللحظة في مدينة الحسيمة الجميلة هذا هو الفوري الفور الحمر كاين هذيك قهوة زوينة تنمشيو نتقهوا في البلكون وراجعين يلا نعطو الجهس ها؟ ها؟ واخيرا لقينا الهبطه للشاطئ من قبيله وحنا ندورو هاد الحسيمه كامله دورات وطلعات وفضلوا لي على واحد الهبطه هابطين فيها انا رينا المشكل هي كي غنديرو نطلعو واقع لكن الدروج من لها انا رينا دابا الدراري حنا غنهبطو للبحر نقيسو الرملة كاين هذاك البحر اللي فيه داك لوطي بحال الباطو ما عرفتش شنو سميتو هو اللي غنهبطو نضربو فيه شي تركيلة وغالبا غالبا غدا غنمشيو للبحر ديال الصفيحة هو اللي فيه دوك جوج الزوزور اللي كاينين في البحر نمشيو نشوفوه حتى هو كاين من هي ولكن هذاك حتى الصباح غادي نمشيو ليه ونشوفو الا كان الحال سخون غادي نمشيو نتبحرو ما يبانش في الكاميرا معنا ايوا هادشي اللي كاين هادي واحد الجريده زوينه كتطل على المحيط الحسيمي وهادي الحسيمه الدراري النقطه السلبيه ديال الحسيمه اللي انا بانت ليا هي الناس ديالها شويه معكشين وكنعتذروا الناس الحسيمه اللي كيتفرجوا فينا ولكن هادي الحقيقه على حساب انا وجهه النظر الشخصيه ديالي وثاني نقطه سلبيه هي الماكله فين تعالجوا ما كاينش
كاين هذاك الشيء ديال الساندويشات الطون والحرور وصافي الشيء اللي كاين هنا ما دجاج وشي لعيبه ما شحلمش ياك اوس انت شنو بالك شنو من امور السلبي شي حاجه ما قلتهاش انا هذا الشيء اللي ذكرتي هو ياك داك الشيء اللي كاشوني هادشي اللي كاين الدراري حنا دابا كنعطيوكم التجربه ديالنا الخاصه حنا دابا يلاه نهار عندنا هنا داكشي اللي بان لينا كنقولوا لكم الدراري ولكن الحاجه الزوينه اللي كاينه في الحسيم اللي بانت لي حتى دابا هي البحوره ديالها زوينه هادشي اللي كاين على بال هاد المنظر الجميل هاد البحر الجميل هذا زوين بالرجوله فيه ما يتشاف فيه ما يتصور كاين البور من ديك الجهه هذا البور وهذا هو البحر اللي قلنا لكم بارك اوتيل ويما كيمادو ولا كيمودو كيمادو انا الدراري تستمتعوا ليا بهذه المناظر الخلابه ضربوا لي الدراري على هذا المنظر الجميل تقريبا هذه من احسن البلايص اللي كاينين في مدينه الحسيمه كما كتشوفوا اوتيل ديال ميركوري هذيك اللعيبه اللي بحال لعيبه ديال هوليود ماشي كتبان لكم من هنا ولا لا ضربوا لي الدراري على هذا المنظر الجميل كاينه واحد القهوه لهيها غادي نحاولوا نطلعوا نتقهوه فيها ومن بعد كنظن غتكون انتهت الجوله ديالنا في مدينه الحسيمه بصراحه الجو هنايا يا سلام يعني طبيعة ما كتخلي لك ميت كامل كيف كتعرفوا الدراري ميمكنش تجي للحسيمة وما تقهواش في القهوة ديال ميرامار واخا شبعانة شني ولا ملي تكون جاي لبس السروال هانتوما الدراري منين اللي كتطلع عليه بالنسبه للكونسوماسيون هنايا غنخلي لكم في الفيديو لتحت باقي ما خلصناش ما عرفناش بشحال عموما قهوه زوينه كتطلع على منيدر زوين غير هو كيتعطلوا باش يجيبوا لك الكونسوماسيون ديالك يعني هذه نقطه سلبيه كتحسب ليهم السيرفيس ما بيهش عندهم ويفي ما بيهش المهم اللي بغى يجي يطلع على هذا المنيدر زوين يتكونسونطرا مع راسو غيكون اختيار زوين واليوم نهار جديد نهار الثاني عندنا في الحسيمه ياك اخي احمد نهار الثاني عندنا في الحسيمه دابا جينا بعدا قطعنا البي ديالنا باش نرجعوا لكازا قطعنا ب 120 درهم دابا غنطلعوا للصفيحه ياك مرحبا تفضل نطلعوا للشاطئ الصفيحه نشوفوا دوك الجزر كاين تماك ودا هادي ومن بعد نرجعوا في حالتنا لكازا المهم عموما كانت هاد اليومين مبيعاش في مدينة الحسيمة كيفما قلت لكم كانوا شي حوايج زوينين كانوا شي حوايج خايبين ما بين الحوايج الخايبين هو التعامل ديال الناس شوية ناقص يعني للأسف الحوايج زوينين يعني المناظر اللي كاينين هنايا يعني بالنسبة لمدينة الحسيمة عندها داك السيل القديم كتحس براسك بحال راك باقي في التسعينات ولا الثمانينات المناظر اللي على البحر يعني فريمون واعرة حتى البحر عندهم زوين حنايا مع الاسف جينا في واحد الوقيته اللي مازال كاين البرد يعني ما قدرناش اننا نعومو ولا كدا يعني مع باقي شويه الحال بارد ولكن ان شاء الله غنعاودو نرجعو عاوتاني ونعاودو نضربو شي يوم غتعاود ترجع اخي احمد ان شاء الله في الصيف الاخر ياك كاين البحر زوين عندهم ياك هذاك الشيء اللي كاين الدراري
كيف قلت لكم بالنسبه للوطيل راه خلصنا 40 درهم الليله، ولكن راه شفنا فيه شي حوايج راه ما يمكنش باش كنا سبع ربع الصباح يجيو ينقوا عليك يبغيو يدخلوا عليك، راه ما بقاش اوطيل هذاك الدراري. الو طير كبير من هنا اوريون طار اوريون طار باش سميش. المهم كانت تجربه سيئه الدراري في هذا الوطيل هذا، كنصح به غير الناس اللي ما عندهمش العاقه ولا اللي مثلا باغي الرخاق، راه كاين فين تحط الراس، راه ما كاين لا طواليط ما كاين والو، كاين غير الناموس ديال بغيت نلعب فين تحط الحوايج. حتى بالنسبه للحوايج راه في الشك، ما عندهم ديك البيبان شويه صافي تدخل حضرة ترجع ما تلقاش حوايجك ولا شي حاجه بحال هكا، حنا غير درناها في الله وصافي. المهم الدراري حنا دابا غادي نشوفو، تلاقينا مع السيد ديال الساط، الصديق ديالي هنايا راه ريسبونسابل، وحطينا عنده الحوايج وقطعنا البيه باش نرجعو لكازا، وقال لينا نتسناو باش يدينا الشاطئ السفاحة حيت هنايا طرونسبور قليل، قال لينا تسناوني أنا غادي نجي دابا نجري بالطروبيلة ونديكم، دونك غادي نمشيو بعد دابا باش نوريكم دوك المناظر تماك. وهذا هو بلاص الصفيحة كما كتشوفو الدراري، البلاجة بلاص الصفيحة اللي معروف بهاد جوج ديال الزوزور، كاينة وحدة هنا وكاينة وحدة هنا وكاينة وحدة، كاينين ثلاثة على حساب الدراري ما سمعتش، أنا غنوريها لكم في فيديو قريب غنصورو بالتليفون. على حساب ما سمعتش هاد الجزيرة هادي فيها حبس وباقا محسوبة دابا على الصقليون، هي وهادوك جوج الفرين، يعني عندك هادي وهادوك الفرينات ثلاثة محسوبين على الصقليون. هادي على حساب ما قال لينا واحد السيد، هادي فيها حبس، حبس ديال الصقليون تما كيجيبو ليهم غير هادوك دوك الناس الخطيرين والحباس الواعرين فهمتوني، هما اللي كيجيو هنا. كاين البرد الدراري ما كنعرفش كون ضربنا شي هويمة هنا، ولكن البرد اخوتي تمتعوا ليا الدراري تمتعوا ليا. ومن بعد ما دوزنا وقيته زوينة في البلاصة الواعرة وهذا المنظر رائع، شحال وحنا جالسين كنتأملو ما درنا والو، ولكن فريمون بلاصه كتستاهل. دابا حنا غادي نطلعو نرجعو للحسيمه حيت عندنا الكار مع 7:30، وغادي نكونو في كازا نورمالمون غدا مع 7 ديال الصباح، يعني 10 السوايع تقريبا ديال الطريق. ما غاديش نلقاو شي بلاصه احسن من هنايا باش نودعوكم ونقولو لكم تلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش كيف العاده لايك سبسكرايب، خليو لينا شي كومونتير زوين الى عجبكم هاد الانواع ديال الفيديوهات، ومازال ان شاء الله هاد الصيف تكون بلبلة، الى كتاب غادي نخرجوا برا المغرب وغادي نبداو واحد النوع جديد ديال الفيديوهات، ديك الساعة غنبدا ندير دي فيديو بروفيسيونيل يكون داكشي على حقو وطريقو، وغنبقى نحط لكم ديما دي فيديو ما بقاش تعطل عليكم كيف ما كندير دابا. وهادشي اللي كاين الدراري، خليكم مع هاد المنظر، تشاو.